سلام بنات، ان شاء الله يكون هذا التغيير عجبكم. ان شاء الله راكم بيان وراكم ملاح. درت لكم مونتاج جديد، عملتني مخلالي وقت بزاف خلاه، بصح معليش مش خساره فيكم، حبيت نبدل لكم شويه من الفيديوهات اللي مالفين تشوفوا المونتاج هو قلت نجرب هذا. ان شاء الله يعجبكم، وخليوا لي رايكم في لي كومونتير. لا ريسيت اليوم سردين بطريقه خفيفه خلاص، وفي الفور بطريقه صحيه، وزيد معاه شوي بطاطا حتى هي في الفور. اليوم كلش في الفور، تقدروا تقولوا اكل صحي هدايا، وانا رفقته بشويه تاع صوص طوماط اللي نكهتها بالبازيليك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، واللي عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، ابونيو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. درك نخليكم مع لا ريسيت ونبداو ان شاء الله. يلا بسم الله. واش نحتاجوا فيها على غسالة اليوم؟ ديجا انا عندي هنايا قيمه كيلو تاع سردينه، غسلتها مليح ونقيتها بيا، ونحيت لها السرسول هذاك، ونحيت لها حتى الطرف تاع الشوك هذاك اللي يجي في الظهر كيما راكم تشوفوا فيه اهو، وحليتها. وهذوك اللي من هي راكم تشوفوا فيه محدم في الصحن، هذوك جاوني صغيرين بزاف، راح نديرهم بطريقه واحده خلاف في المقله. ها هما دوك نعطيلكم تانا كيف راح نديرهم لكم، طريقه سهله وماكله خفيفه وفي الفور، زعما ما تاخذش وقت بزاف انكم تطيبوها، تبقاو واقفين معاها. هنايا البطاطا تاعي دوك نعطيلكم كيفاه درتها، راهي طايبه شويه برك، وقصيتها بالشكل هذا، تقصوها كيما تحبوا نتوما. البطاطا راح نحطوا فيها روزمارينو اللي هو الكليل، اكليل الجبل، لوريغان اللي هو الزعتر، هذه عندي البابريكا الحاره، فلفل احمر الحار، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش. السردينه هذه راح نحشيوها من الداخل، اديك شويه تاع هريسه، شويه تاع فلفل الكحل، شويه بركه تاع كركم، ملح، شويه تاع زنجبيل. عندي تمه انا الملح، المعدنوس قصيته كيما هكا، شويه كعبه طماطم قشرتها وقصيتها صغيره، وزوج سنات تاع ثوم، وهذيك طماطم مسمره. نحتاجوا لاشابلوغ تاعنا، ونحتاج شويه زيت زيتونه. بالنسبه لهذاك السردينه اللي قلت لكم صغيره بزاف، راح نحطوها في المقله. نحتاجوا فيها لليزيبيس، عندي توم بودر ها هو، ونحتاجوا تانا شويه بركه تاع زنجبيل. ليزيبيس كيما قلت لكم كل واحد يدير كيما يحب هو، وشويه تاع فلفل الكحل، ونحتاجوا تانا شويه تاع الفارينه. بركدهم المقادير المقادير. وهدايا عندي لهنايا العصير ولا جو تاع سيترون تاع نص كعبه قارص، ومعاه شويه تاع زيت زيتونه. برك تبعوني دوك تشوفوا كلش في الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. هنايا البطاطا حطيتها غسلتها مليح وقشرتها وقصيتها كيما شفتوها، حطيتها في الماء كيما تبدا تغلي بعد، وكيما هكا شوفوا راهي بدات تدير في هذيك لاكوش البيضه، هي بدات تغلي، ما تخليهاش تغلي بزاف. شوفوا ها كيما هكا تبدا تغلي شويه، وتشوفوا هذيك لاكوش البيضه من فوق هذيك بدات تتفورم لكم، بدات تدير هذيك لاكوش في الوقت هدايا كيما هكا. شوفوا راهي تغلي، ما غلاتش بزاف، سي ما جوست بدات تغلي بعد. هنا نطفي عليها ونصفيها ونخليها تبرد. وهنايا درك راح نبداو نوجدو السردينه تاعنا اللي نحينا لها السرسول، هذيك راح نحطوها في الفور. نخلطوا كلش مع بعضاه، هذوك من لي زيبيس والمعدنوس والطماطم والثوم، الملح، فلفل الكحل. انا حين تشوف ما حتجيكم بيزار، انا اللي زدت شويه تاع زيت زيتونه والقارص، كيما قلت لكم راح تجيكم شويه بيزار. كيف راني دايره انايا لا ريسيت تاع حوت، يسمى حوت هذا السردينه، وما فيهاش الكمون. وي ما درتش الكمون، خاطر في الدار تاعي واحد ما ياكلو، كون ندير اي حاجه اي ماكله ونحط لها الكمون ناكلها غير انا، واحد ما ياكلو في الدار حرموا فيا ناكل الكمون. هلا غالبا ندير لهم واش يحبوا هما وناكل معاهم وفرحت. دوكا لا فارس تاعي راهي واجده، نخليكم مع لا سويت الفيديو.
وبعد ما حشيتهم دركا نحط عليهم الفوق زيت زيتونه ونحطهم في الفرن يطيبوا. دركا نرجع للبطاطا تاعي، الوقت اللي الحوت تاعي راهو يطيب، انا سخنت الفرن على 200 درجه وحطيت السردينه تاعي طيب، راهي ما تاخدش وقت بزاف. دركا نتبلوا البطاطا، بعد ما بردت البطاطا نحطوا لها الكليل اللي هو الروزمارينو، فلفل الكحل، شويه تاع الزعتر البري، وشويه تاع البابريكا تاعي هنايا حاره، تحبوا ديروا البابريكا ولا الحلوه فلفل احمر حلو ديروه. ونحطوا الملح خاطر البطاطا تاعنا كي حطيناها تغلي ما حطينا لها والو، غلات في الماء وحده. وهنايا حطيت لها شويه تاع توم بودر ونخلطوها كيما هكا. وهنايا عندي البلاطو تاعي اللي يدخل الفور، فرشتو البابي كويسون ونفرشوا البطاطا تاعنا كيما هكا. وشي انتم سيي وما تخليوهاش تقعد فوق بعضها، كي شغل البطاطا تسويوها كل على سطح تاع البلا تاعكم كيما هكا، ما تخليوش الكعبه فوق اختها. وبعد ما كيما راكم تشوفوا كيما هكا عدلناها، نعدل فيها مليح. هنايا الفرن تاعي بعد راهو سخون كيما قلت لكم، سخنوه على 200 درجه وحطوا البطاطا تاعكم تطيب من الفوق ومن تحت، والحموره تاعها كيما تحبوا نتوما، تحبوا تحمروها مليح ولا ديروها نص نص كيما درت هنايا. وبعد ما حطيت البطاطا طيب، هذاك السردينه الصغيره نحطوا لها طرف تاع الزيت زيتونه والقارص هذاك اللي قعد، شويه توم بودر، شويه فلفل الكحل، ونحطوا لها تانا شويه تاع شو اسمه سميو معايا تاع الحبق، بون مش الحبق، لوريغان مش الحبق، شويه توم والبابريكا الحاره، ونخلطوها نخليوها تقعد شويه واحد نص ساعه هكاك. بعد ما عدت نص ساعه نحط المقله تاعي فيها شويه زيت من تحت، ونعقب السردينه تاعي على الفرينه. كاين بالك اللي يعرفها الطريقه هذه، انا حبيت نعدها للناس اللي ما تعرفهاش، اللي يعرفها اللهم بارك، اللي ما يعرفهاش راهو يتعلمها معايا. ونبقاو نسدفو فيها كيما هكا ساير داير. وبعد ما ستفتها هيك تجي نسخنو سما نحلو الغاز، نحلو على النار ونخليوها حتى تحمر مليح من تحت، ومن بعد كنقلبوها باش تزيد تحمر من فوق مليح. شوفوا هنايا البطاطا كيفاه طابت، جات زبده وطريه كيما قلت لكم. الحموره تحبوا تخليوها كيما تاعي هيك شوي شوي، ولا تحمروها، هذا الشيء يرجع لكم بيان سور. البطاطا تاعي طابت وشفتوها، والسردينه كيف كيف. درك نوجد كلش في صحن التقديم ونعتف لكم واجد كيما راكم تشوفوا فيه. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الشيء اللي مديته لكم اليوم في الفيديو، واعطوني رايكم في المونتاج هذا جديد. والله درتو على جالكم ومش خساره فيكم، تعبني بزاف بصح والله ما يخساره فيكم، مادا بيا مدلكم حاجه مليحه وتعجبكم. ها شوفوا كيما راكم تشوفوا هنا لاصوص طومات هنايا، كل واحد يقدم السردينه تاعو والبطاطا كيما يحب هو. انا درت معاها شويه تاع لاصوص طومات اللي نكهتها بالحبق كيما كنت قلت لكم قبل، وكل واحد يقدمها مع من مع ما يحب هو. انا نقول لكم هذا هو الفيديو تاعي نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله التغيير اللي درته تانا يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، ابوني في لاشين باش يوصلكم كل جديد. تشاو.